الثانية للهجن الرئاسي في دولة الإمارات العربية المتحدة وللمضمر عيسى بن سعيد الخيلي. أما في هذه اللحظات فالكلمة تعود وتنتقل للزميل محمد بن بريك المري. شكرا لزميل سعد بن مثلع العتيبي. أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء، لا تزال أشواطنا أشواط الخير والبركة متواصلة على أرضية ميدان الشحانية، وما تزال انطلاقاتنا مستمرة في هذا الصباح الجميل. وانطلق قبل لحظات الشوط الخامس في المجموع، بينما هذا الشوط هو الثالث لهذا السن، لسن البكار، لفئة البكار. انطلق قبل قليل الشوط الثالث، بينما هذا الشوط هو الشوط الخامس، وانطلقت أيضا طموحات أخرى وأماني. وأتمنى التوفيق لجميع المشاركين وأن يكلل سعيهم في النجاح، ولكل مجتهد النصيب. ومقدمة الشوط في هذه اللحظات السعدية، وتعود ملكيتها لمسر بن سند المسيفري، هي من تسيطر على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما نقلتنا إلى المركز الثاني العبارة، وتعود ملكية العبارة لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بينما ينخطف المركز الثاني اللي انتقلت إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول هذه الكاسبية، أيضا تعود ملكيتها لهجن الرئاسة ويقودها في التضمير مبارك بن أحمد الخيلي. بينما المركز الرابع من الجانب الأيمن لم نتعرف على رقمها حتى هذه اللحظات اللي في المركز الرابع اللي من أقصى اليمين، كم رقمها يا؟ إذن في هذه اللحظات الهودة، وتعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وفهد بن سيف البوسعيد الخيارين، هو من يقودها في التضمير. المركز الخامس أيضا وعليها ترشيح، ترشيح من يا أبو مثلع؟ ترشيح مبطن، إذن سنوافيكم بالترشيح المبطن في وقته المناسب. المركز الخامس اللي انتقلت نقلة ممتازة إلى المركز الرابع، هذه هي السيلية لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، والموهوب هو من يرافقها في هذا الشوط وفي هذه المشاركة. أيضا الموهوب علي بن حمد بن جرحب المري يبحث عن نقطة في صباح هذا اليوم وفي هذا الشوط بالتحديد، في هذا الشوط بالتحديد. ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. يا سلام يا سلهودة، سلهودة مشاهدين الأعزاء انتقلت إلى مقدمة الشوط من خلال شاشة التلفزيون، واضحة على شاشة التلفزيون، وتعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وفهد بن سيف البوسعيد الخيارين، أيضا يبحث عن النقطة الثالثة في صباح هذا اليوم بعد أن أحرز نقطتين بعد فوز بالشام الشوط الرئيسي، والشوط الثاني كان من نصيب الدوحة. وفي هذه اللحظات يدفع ويزج بسلهودة، إذن فهد بن سيف البوسعيد الخيارين مع شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني متألق في هذا الصباح. نتمنى لك التوفيق يا المحترف، نتمنى لك التوفيق. واليوم بالفعل مثل ما يقول زميلي سعد بن مثل العتيبي، هذا يوم المحترف، اليوم يومك يا فهد، يلا يا فهد النقطة الثالثة. بينما المركز الثاني في هذه اللحظات الكاسبية، وتعود ملكيتها لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومبارك بن أحمد الخيالي هو من يشرف على عنايتها وتضميرها. المركز الثالث السعودية مسفر بالسند سيفري، هذه يبدو لي من سلالة السعدي، الله الله، تحتل المركز الثالث. نقلتنا مباشرة إلى المركز الرابع، هذه اللي تتسلل في هذه اللحظات السيلية، تتسلل بشعار سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني وعلي بن حمد بن جرحب المري هو من يضمرها. المركز الخامس العبارة، ومتى بتعبر العبارة إلى مقدمة الشوط؟ متى ستعبر العبارة
اللي أراها تتحرك في هذه اللحظات في خامس المراكز. هجن الرئاسة تعود ملكيتها، واللي ضمرها مضمرها عيسى بن سعيد الخيلي، ولكن سلهودة تسيطر على مقدمة الشوط وعلى زمام الأمور. سيطرة قوية من شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني من خلال انطلاقة سلهودة. سلهودة 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 مشاهدين الأعزاء تسيطر على زمام الأمور وسيدة الموقف حتى هذه اللحظات. وال1500 متر الأخيرة، نشارف على ال1500 متر الأخيرة، وما بعد هذا الكيلو وما بعد لوحة هذا الكيلو سيكون هناك التنافس قويا قويا على أشده. ولكن سلهودة بالمرصاد، سلهودة بالمرصاد لجميع المشاركين. النقطة الثالثة إن واصلت سلهودة بعد الدوحة وبلشة. الله 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 الله، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني متألق في هذا الصباح مع المحترف فهد بن سيف البسعيد الخيارين. ولكن هات لي لقطة يا مصورنا على المركز الثاني، أول نداء لمغيظة تعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. وناصر بن مسفر الشهواني هو من يشرف إشرافا تاما على عنايتها، على عناية مغيظة. المركز الثالث هذه في هذه اللحظات الكاسبية، هجن الرئاسة تعود الملكية. أيضا المركز الرابع هناك العبارة لنفس المالك لهجن الرئاسة، ولكن مع اختلاف التضمير مع اختلاف التضمير، فالكاسبية عند مبارك بن أحمد الخيالي هو من يضمرها، بينما العبارة لعيسى بن سعيد الخيالي. والمركز الخامس اللي تدخلت على رابع المراكز هذه الشرود، هجن الرئاسة وأحمد بن ماجد الخيالي من يشرف على عنايتها. ولكن سلهودة 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 مشاهدين الأعزاء مع لوحة الكيلومتر الأخير. الله الله الله، انطلقت مشاهدين الأعزاء، انطلقت سلهودة مع الخمسمية متر الأخير انطلاقا تلقائيا وما صدرت عليها أوامر حتى هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلهودة، سلالة سلهود تنطلق مشاهدين الأعزاء مع الخمسمية متر الأخيرة. الله الله، الحزام الأخضر يرحب بقدومها، خط النهاية ينتظرها خط النهاية إذن ومشجعينها. الله، يا سلام يا سلهودة يا سلام يا سلهودة سلهودة مشاهدين الأعزاء. النقطة الثالثة على التوالي تذهب لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ولكن مغيظة قادمة، مغيظة قادمة ورافع راية التهديد. الله الله، قدمنا يا اخوي، قدمنا لنحضر المنافسة. ولكن السلام، مغيظة وسلهودة، سلهودة ومغيظة، مغيظة وسلهودة، مغيظة قادمة، مغيظة تتسلل في هذه اللحظات الحرجة. مغيظة وسلهودة، مغيظة 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 هي من حسمت مجريات هذا الشوط، وتعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الثاني كان من نصيب سلهودة، تعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، بينما المركز الرابع نايلة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، بينما المركز الرابع قلابة أتتنا في رابع المراكز وتعود ملكيتها لهجن الرئاسة، بينما المركز الخامس المركز الخامس أصبح من نصيب محبة وتعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. إذن هذه هي كانت نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، وتشاهدون على شاشة التلفزيون لحظات اختطاف مغيظة ولحظات الحسم، أتتنا في الوقت المناسب وحسمت مجريات ذلك الشوط الماضي. تهاني ألف مبروك لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والتهاني موصولة بطبيعة الحال لمضمرها ناصر بن مسر الشهواني، بينما المركز الثاني أتتنا فيه سلهودة وقدمت عرض تشكر عليه وكانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ناموس هذا الشوط. تهاني ألف مبروك أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والتهاني بطبيعة الحال تذهب إلى مضمرها فهد بن سيف البسعيد الخيارين. ونعتذر عن عدم وجود التوقيت الزمني، نعتذر إخوة المشاركين والمشاهدين. المركز الثالث أتتنا في ثالث المراكز الشرود لهجن الرئاسة، أحمد بن ماجد الخيلي هو من يقودها في تضمين التهاني.